بشكر كل اللي قدرني وعزاني في وفاة والدتي. أنا تلقيت الخبر صدمة كبيرة ليا يوم الخميس الظهر. أخويا اتصل بيا عرفني، الباشمهندس أحمد فتحي، وكانت صعبة عليا أوي لأن أنا عندي فريق معايا وعندي ماتش يوم الجمعة بالليل الساعة 8:30 كنت امبارح. وأخويا قام بدفن والدتي امبارح بعد صلاة الجمعة، كانت مريضة بالكوفيد، قعدت شهر ونص في المستشفى. وأنا في الحقيقة ناوي أنزل مصر إن شاء الله أزور قبرها في أقرب وقت لما البطولة الاحترافية في المغرب تتوقف، وعايز أزور قبر والدي لأن الاتنين ماتوا في سنة واحدة، والدي توفى في شهر 2. مرة تانية بحب أشكر كل من اهتم بالأمر وكل من عزاني، ولا أراكم الله مكروها في عدد لديكم.